عوض عوض تعال شنو؟ اسمعني يا اخي، وريني زول المزعي اللي قدامنا بس. ما بوريك يا اخي، وريني لي اما ضربت ليك الامني بتضربه؟ بضارب لك حنان وزاد وامنه بس عدلا. ما لكن يعني اذا كان علان يعني عدلان خباره معك يعني عدلان. شوف تحت لان ده عارفه عارفه سر بينه وبينك وما بقوله. خلاص انت تنتر كتفك شنو ما تقوله هذول، انت حر عنك ما قلت ذاته. ما قادر انا ما قادر ما بتحمل ما قادر اكتب السر ده. خلاص اسمع هذول احتبرني حيطه ما عندها اظنين. والله اقول لك كلام، انا اصلا معروف في الاثرار دي بير، بس ارمي سرك جواي خلوا لي غرق. نجنبلك ما في حاجه بتظهر؟ لا من سمع لا من شاف لا من درى. الموضوع ده خطير وصعب. تعال اكلمك. ثلاثه مره واحده عدلان وفوق منه فوق ساميه. لا 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 الموضوع ده شدة ما حرقني تقول انا سامي. سامي ذاتها كان عرفت الموضوع ده بتموت عديل كده. اسال كلام ده كثير خلاص، كلام ده كثير خلاص، كلام كلام ده حار خلاص، كلام ده كلام صعب. يكلمني ليه هنا يا اخ؟ كلمني ليه هنا يا اخ؟ كلمني ليه هنا؟ الله يلعوض الله يلعوض وسطك، ما كسبت فيني خير. عارف انا الصبح في كلام بيقعد عندي وما في فوله بتتبلى في خشمي. تكلمني ليه شنو يا اخ؟ تعال يا فارس ماشي وين؟ في شنو؟ ماشي اودي النفايات دي برا. تعال تعال مالك؟ اصبر مالك اصبر. تعال يا جنى في شنو؟ بدور اقول لك كلام سر. قول هاي بس، لكن انا خايفك تقوم تزعل وخنقك يضيق كده يعني. بعدين الكلام اللي داير اقوله لك ده ما بدور زول يخبره، ضلك ده ما يخبره. ضل؟ انا عنده ضل؟ انا مضطهد يا اخي. قول يا اخي سرك في بير. قول ابوه. ابوه ماله؟ لا 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 ما في اي واحد عارف، ما في اي زول هاي. حتى ان ذات ما فين واحده عارفه انه انا قاعد اودي للتانيات. سامية؟ لا لا سامية ما وريتها يا أخي. التعدد حلال ومن حق أي راجل يتزوج ما دامت هو قادر وقادر يعدل بين نسوانه. أيوه طبعا طبعا النسوان دي عندها الرأي آخر. لا بس الديسديس ده هو المصح. انت وكده عارف الديسديس ما صح؟ داسي من سامي ليه؟ السلام عليكم. الله يبارك فيك. ليه يعني هسه يا ابوي متزوج ثلاثة مرة واحدة؟ الحاج اللي بتغيظه انه ما عزمنا للعرس يعني. بالنسبة للمواد التموينية الحايمة دي أمي عارفة ولا الكلام ده سر؟ وب علي وب علي وب علي حرسيني وثلاثة كمان. لا 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 موضوع ما بيستجد على كله كله. ما تكورك يا زول، الموضوع ده سر المفروض ما يطلع. تفضل فيها سر؟ تفضل فيها سر؟ لا 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 عبد لا ما ممكن. اسمع هنا هاي. انت الموضوع ده عرفته من منو؟ من منو؟ عرفته من العوض هذول. العوض؟ هاي لا 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 أهلين؟ لا أهلين ولا زهلين يا حبيبتي. طبعاً مفهمك إنك أنت الزوجة الأولى والأخيرة في حياته صح؟ لو سمحتي اتكلمي بهدوء وبدون انفعال. حاضر حبيبتي. عايزة أقول لك حاجة، أنا الزوجة الأولى لزوجك المحترم. يعني كده أنا الزوجة الثانية؟ أكيد. دار أقول لك حاجة، طبعاً هو داس منك ما موريك، لكن ربنا لما يكون داير يكشف زول بيكشف على حقيقته. أقول لك حاجة،
تاني في اثنين غيري انا وانتي. بس جميع اثنين تاني؟ اي. وانت عارفاهم وين؟ عارفاهم. اراح اراح. سجام قلت براك سجمنا كلنا حبيبتي. وحس رايك شنو في الموضوع ده؟ راي شنو؟ هو فضل فيه راي؟ يلا طوالي اروح. ايوه 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 فيشنا يا اخوان. وعليكم السلام. نحن زوجات زوجك المتزوج عليك اللي انت ما بتكوني عارفاه. زوجك منو؟ اتزوج وين؟ منو اتزوج؟ ده كلام شنو جبتوه من وين ده؟ اتزوج منو؟ كلنا كلنا كده. كلنا كده حبيبتي. الثلاثة؟ اي الثلاثة. وضع علي وضع علي الثلاثة. ارفعوها في العربية رح. وضع علي عرف شكل وضع علي حولي. لهنا ما كل زي صب فوقكم مطرة. عم الفاضل شفت أمي وين؟ أمك عرفت بالحاصل ومشت للهدف في محله. أصلاً ما أتخيل إنه في يوم من الأيام عريس وكمان كم ثلاثة ثلاثة وأنا الرابعة. لا ما بصدق. انطمي وزاتوا سنك ولا قدرك عشان تتعرسيوها؟ انطمي. المشات حريب والله شنو الموضوع ده ما مطمن. ولا انا بخليه ولا انا بخليه. اربع نهائي كمان يا اربع استوه الراجل انت خلوه. يعني احنا كنا عارفين. حاسبوا الليله عشان نحدد اخيرا. انت كمان ساميه في شنو؟ معقول يا عدلان بعد العشره الطويله دي كلها تعرش فيني انا وثلاثه كمان؟ بس ده ما زوجي، ده صاحب زوجي. لأنه عاصر مسافر في ماموريا بيرسل لنا الحاجات كل شهر مع عدلان. صح، التعدد ما عيب. الراجل محللات له أربعة نسوان، لكن عيب إنه يدس من زوجته. لازم يكلمها وهي لازم تقبل بالزوجة الثانية بدون غيرة. الشرط إنه الراجل لازم يعدل، لأنه ربنا قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. يعني عدلان أنت ما متزوج فيني؟ سامية أنا لو عايز أتزوج فيك كنت بكلمك. رغم إني أنا ما ضد التعدد، لكن يكفي بالنسبة لي سامية. اسمعي انت كلامك منو؟ امك. الفول اصلا بتتبلى في خشمك. خشمك الخفيف ده مشيت طوالي كلمته؟ لا لا ما خلوني والله شنو. انا ما كلمت اي زول. كلمته انت كلمت منو؟ ما كلمته. انا خشمي ده وعندي تتكلم ساعه انت ما كلمته. قلت خلاص حسابي معاكم بعدين. اها انتوا كده قبلتوا انكم تكونوا زوجات صديقات حميمات
وأنا أكلم عاصم إنه يجيبكم ويجمعكم في عمارته العاملة ليكم من 4 طوابق. والطابق الرابع ده لشنو؟ يمكن للزوجة الرابعة. بشرب من دمها. بنقتلة. بنفرمة. النسوان يا هنا النسوان.